عملتم ايه في السوريين؟ يعني ضربت رؤوس، جلد اناس، القي البعض من شاهق. صحيح، ده حصل. ده يختلف طبعا عن الحالة العراقية. الحالة العراقية الشعب العراقي محب للتنظيم، لأن هو بيعتبر هو أولاده وهم المدافعين عليه ضد الاحتلال العراقي وضد حكومة طائفية شيعية. فهو الحالة الشعبية متفاوتة. السوريين إحنا مش ولادهم، إحنا حزب جه احتل أو سلطة بقوة الأمر الواقع. أما في العراق لا، إحنا نعتبر أولادهم اللي انتصروا على المحتلين، سواء كانوا أمريكان أو حكومة شيعية عميلة ليهم جت على الدبابة الأمريكية. فالنظرة الشعبية هنا غير هنا خالص، مختلفة. في سوريا فقط يعني أنت مش ابنه، أنت بس جيتك طلبتك تساعدني. أنت حضرت الجني، فالجني هيديك طلباتك بس فرض شروطه، اللي هي في الآخر بتكتشف إن هي ألعن من طلباتك. يعني هو طبيعة الدنيا في كل الدنيا إن هو ده غير منطقي، إن أنا يعني هطرد النظام السوري وأشوف حد يدير الدولة، هذا مش حقيقي. يعني ما حدش بيعمل كده. هذه الدولة وهؤلاء الأفراد الذين جاءوا من دول شتى، من مصر ودول المغرب العربي وأذربيجان وكازاخستان ومن دول أوروبية مختلفة ومن أصقاع الأرض، هذه الصورة التي رسموها عن أنفسهم كإسلاميين، كدولة خلافة، ما إلى ذلك، كيف كانت أخلاقياتهم وسلوكهم وتعاملهم مع بعضهم البعض مع السوريين؟ يعني هل طبقت حدود على أفراد من داعش؟ لا أكيد. لا، يعني التنظيم في الأمور القضائية تسميها كان شديد، يعني ما فيش رحمة، سواء لا يحميك إن أنت تكون عضو في التنظيم حتى لو كنت من العراقيين القدماء، ده لا يحميك. يحميك في أمور أخرى، يحميك في سلطانك في الشارع. يعني أنت زي ما قلت لك، شهدت مسائل تطبيق حدود على بعض من أفراد تنظيم الدولة؟ أبو كرم العراقي ده حصل في إيه أو عمل كان يعني أمير لشرطة مدينة الرقة، وكان عنده فساد مالي أكثر من 10,000 دولار، فطبق عليه قرار أبو بكر البغدادي إن عنده فساد أكثر من 10,000 دولار يتم قتله. يعني أبو بكر البغدادي حط تسعيرة أو حد معين في الفساد، اللي يتخطاه نقتله بقى خلاص، ملهاش حل تاني. نعم، حل تاني ده للي أقل، يعني يستبعد، يوقف عن العمل، يعني يسجن، ايا كان انا ما اعرفش، ولكن فوق ال10,000 يقتل. طيب سؤال فقهي، مين اللي قال ان السارق يقتل؟ ابو بكر البغدادي؟ انا بحاول افهمك على ضوء او افهم التجربه على ضوء الشريعه أنا او ما نفهمه. لا انا ما اعرفش اشرح لك، لان انا لست قاضيا. طيب. وانا مش اللي خدت قرار في النهايه. هسألك سؤال تاني. ولكن هم بيضعوها في باب التعزيرات اللي مسموح ليها، ولكن انا التخريجه دي انا ما اعرفش ابررها لك. داعش نفسه اضطر الى اجراء تعديلات ومعالجات والتفافات واحتيالات على اراء فقهيه لطالما صدرها اتباعه، واعتبروا فهمهم لها الفهم الحصري السليم لمقاصد الشريعة. ولما أدخلتهم التجربة في امتحانها، وجدوا أن فهمهم لهذه النصوص ودعايتهم لهذه الآراء على النحو الذي تشددوا فيه لن يكون واقعياً على الإطلاق، أو على الأقل غير مجد في عالم اليوم وظروفه الضاغطة وتعقيداته اللانهائية. فأجروا تعديلات ومنحوا صلاحيات واسعة لولي الأمر البغدادي في هذه الحالة ليغير ويبدل ويبتكر، فإذا به يصك حدودا جديدة وضع فيها تسعيرة للسرقة، وحدا إذا جاوزته صار العقاب هو القتل، وهو أمر هزلي تماما. أليس هذا هو وجه اختلاف تيارات الإسلام السياسي كلها مع الأنظمة العربية الحاكمة على مدار القرن الماضي
ولطالما وصفوه بأنه عدم التنفيذ الحرفي لأحكام الشريعة الإسلامية، فعلها داعش، ولكن بالتفاف واحتيال بدا مضحكا ومفارقا لخيال أكثر كتاب الكوميديا براعةً.